انت كيلو متر. الله، كل بطاطس، بطاطس حلوه. خير يا اخويا، خيلتنا. اسمعي بقى، من يوم ما جوزك العواطلي ده قفل ورشته واضطردتوا من شقتكم وجيتوا قرفتوني هنا وانا مستحملكم ساكت يا بدريه، لكن دلوقتي ولادي جايين يعيشوا معايا. يا الف بركه يا اخوي. يعني البيت ده لازم يمشي زي الساعه، ده لو احنا عايزين نعيش مع بعض. والاسترج اللي قفل ورشته واستحلى قعده البيت وجوز النقاشين دول لازم يحترموا نفسهم. مفيش شقاوه في البيت وخبط ورازع، مفيش شيشه وسجاير، مفيش سهر وتلفزيون لوش الصبح. جرايه محرم، جرايه محرم، ما تضربنا بالطيران احسن. الله، ثم انت تتحكم فينا كده ليه لا مؤاخذه؟ ما هو بيت ابوها زي ما هو بيت ابوك تمام. يعني ليها فيه زي ما لك فيه. اهدى شويه يا استاذ شاهين، ما يصحش كده. يا محرم يا حبيبي، الراجل ده صحيح شكله فاقد للاهليه لكن للاسف كلامه قانوني. ما تتبط بقى يا شاهين. انت مش سامعه الكلام؟ سامعه، بس بصراحه محرم اخويا عنده حق. ما تقلقش يا حبيبي، اوعدك اللي انت عايزه كله هيحصل. انت لو عايزني اسرب كلب البحر ده انا سربه. واولادكم هيتخندوا معاكم في اوضتكم، وانا هاخد اوضتهم لاولادي لحد ما نشوف حل. ايه ده؟ هيتخندوا معانا؟ خد يا دي سرجنت المرش. يا ابن العبيطه، يا ابن العبيطه، دي سرجنت المرش. والنبي يا صاصه، صايق عليك النبي يا شيخ، وانت بتشتم بلا يعني؟ اشتموا شتائم مؤدبه شويه. عندك مثلا يا كلب يا سافل، بلاش بالاب والام، ولادي جايين. ايوه يا كلب، ما توطي صوتك شويه كانك، ما تتحمسش قوي كده يعني. وبعدين كل الناس اللي بتقعد عارفه ان انت كده كده جاي، هتروح فين يعني ببقك ده؟ وبعدين ايوه جاي، ده بيطلط. وطي صوتك كانك، اولادي جايين. صباح الخير يا ام عبير. صباح النور يا سي محرم. معلش يا ام عبير، انا بس بستاذنك، لما تحدفوا ميه غسيل يعني يا ريت تبقى ميه بنطلونات، قمصان، فانيلات، بلاش ميه شرابات، ربنا يخليك. تنفع ميه لبسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واخونا وجارنا محرم اللي ولاده اتاخدوا منه من سنين، الحمد لله ربنا اكرمه وراجعين ولاده، هيعيشوا معانا هنا. الرجاء التزام الهدوء والنظام، ولكم الاجر والثواب عند الله. دينا وصلنا اهو. شفتوا مصر حلوه ازاي؟ ده الحي اللي هتعيشوا فيه، هتنبسطوا قوي. كلنا هنا اسره واحده، بنحب بعض وبنخاف على بعض. رحمه امي لوريك يا شاهين. طول عمرك بتحلم بيها كدبه يا جلال، ما تعذبهاش بقى في امرها. وريني راجع فلوس يا جدعان. مفيش اولاد، دول بيلعبوا جودو. مش يلا، امشي امشي. بتعمل ايه يا ابن العبيط؟ شوف شغلك. ما تخافوش ما تخافوش، مش هنقعد بسرعه فرحات. سيبوا الشنط امان. حرامي حرامي حرامي. النهارده اليوم الرياضي ده الماراثون. خدهم انت محرم واطلع على فوق. اطلع انت وانا هغطي ده. تشكر يا ابو عبيد، يا حرام وسخه. نورت بلدكم يا رجاله. زمان عمتكم بدريه مستنياكم على نار، هتحبوها قوي. شايفين عملتوا ايه؟ يا ولاد الكلب، 100 مره اقول لعب كوره في الشقه لا، عامل لي فيها النيل يا هبل يا ابن الاهبل يا بنات ابو كحكه. وانت يا ابو فطيره مش تقول له لا، كلامي ما بيسمعش لا. ده عمتكم بدريه اللي كنت بكلمكم عنها. يوه يقطعني. حلوين قوي يا محرم، مبروكين عليك.
خلاص يا بدر. يا على الغربة يا محرم. خلاص يا بدر. يا على الغربة. خلاص يا بدر. يا حبايبي. خلاص. يلا يا أولاد. يلا عشان أوريكم أوضتكم. يلا. الله مش هيسلموا على أولاد عمتهم؟ وجه عزت وجه فتحي. سلموا على أولاد خالكم. الله يكسفك انت وولادك. مالكوا في ايه؟ دي حركه احنا بنعملها هنا عادي واحنا بنسلم، بتدل على الاحترام والحب. حرام اسخى عمرها ما هتنضف ابدا. ايه ده ابو ناسب انت جيت؟ ده جوز عمتكم شاهين، ده اللي كان بيلعب جودو تحت. اه السهر رياضتي المفضله، بس انا ضحضحته عجبته العافيه. دول الكتاكيت الصغيرين صح؟ بس انت جايبهم ليه بلبس التمرين؟ دول الكتاكيت الصغيرين دخلوا في المود. ايوه يا سيدي البركه في كتاكيتك. جرايع يا عم عبدون بقالك 3 ساعات حاطط راسك في التلفزيون. مش هيصلح خالص، عيالك خربوه. خربوه؟ وانا جايبك ليه؟ ده بيقولوا عليك في المنطقه المجنون. يا ولادي العفريتة. عجبتكم الأوضة؟ أنا عارف إنكم قلقانين وخايفين، وعارف برضه إن صعب عليكم فجأة تسيبوا اليابان اللي طول عمركم عايشين فيها وتيجي تعيشوا مع أبوك اللي ما تعرفوش أصلا. ومين كانت تحكي لنا؟ أنا مش عايزكم تقلقوا ولا تخافوا، وإن شاء الله هتعيشوا هنا زي ما كنتم عايشين في اليابان بالظبط، ويمكن أحسن كمان. ولو احتجتوا أي حاجة قولوا لي. محتاجة لأمنا. ما أنتم هتشوفوها يا مصطفى، هتكلموها وقت ما أنتم عايزين، وبعدين ممكن نبقى نروح نزورها، وهي ممكن تبقى تيجي تزورنا. وبعدين أنا بحبكم وبخاف عليكم زي ساكورا بالظبط يا حبيبي. ها؟ يلا بقى نتعشى. أكلنا في الطائرة، نريد أن ننام. بس ده لسه بدري قوي. الله مش قلتوا عايزين تناموا؟ قبل أن ننام نحب نسمع أغنية مفضلة. طيب ممكن أسمع معاكم أغنية مفضلة؟ أنجاكو سايسي. أنجاكو سايسي. حكومة يا مدارس خاصة يا مدارس انترناشونال. أنا عايز أدخلهم أحسن مدارس. مدارس انترناشونال التكلفة لا تقل عن 80,000 جنيه في السنة. طب والخاصة؟ لا تقل عن 20,000 جنيه. مفيش حاجة ب2000؟ عندي، عايزها مقلم ولا سادة؟ يا عم هو أنا جاي أشتري بجامة؟ أنت هتهزر؟ أنت اللي بتهزر يا أستاذ بتعطلني. اتفضل. أدي الليستة أهي بتاعت الحكومة. شكلك. والله يا هانم أنا طول عمري بحب لبنان وجبال لبنان وناس لبنان وكريز لبنان. ندى يا جماعه كده بقى اتحاسب الصف. ابوس ايديكم. ها الرجاله كده والستات كده وكل واحد عارف اللي وراه ومين اللي قدامه. عايز اسامح. اصلح ده. اصلح ده؟ لا ده تعمله حط سامك. يلا حبيب. يلا اخويا. تعال مغاوري. تحسبك 55 مروحه و40 خلاط و30 مكوه. يبقى اللهم صل على النبي الحساب 125. اللهم صل على النبي. ده انت اسرع من الكالكوليتور. الشيخ طواط 100 مسا على دماغك يا معلم. هو في ايه؟ يلا اتكل على الله. ما في ايه اللي حصل؟ واقفين كده ليه يا جماعه؟ هو في ايه؟ يا نهار اسود انا في البيت مركز هنا شاهين. فيها بحاره. يلا يا جدع من هنا. انت هتضرب الزباين. بتتبنتر على النعمه. يلا يا حاج ما تخافش يا حاج هجيب لك مدادين. يلا يا حاج. يلا يا حاج. ليش يلا يا حاج؟ بتسترزق من ورا العيال يا شاهين؟ الله فيها محرم. الله وانا غلطان اللي انا وجهتهم. ده العيال في ايدها صنعه توكلها الشات. ده الايد البطاله نكسه. قول لنفسك يا اخي. ما خلاص بقى يا اخويا ما حصلش حاجه، ده كله هدي نفسك. انت تخرطي خالص.
يلا من قدامك. يلا يا شهيد. يلا قدامك. يلا يا شهيد. شايفه بيزعق ازاي؟ انا ما خدتش شهاده ضمان. شهاده ضمان ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك في العجيل؟ اتكل على الله يا حاج. على فكره انا زعلان منكم، اللي انتوا عملتوه ده غلط. تعلمنا ان نسمع كلام الكبار. انتوا عملتنا شيء كبير. عندكم حق، انا اللي غلطان، بس بعد كده ما تسمعوش كلام حد غيري، مفهوم؟ ابي هل ممكن نعود الى يابان؟ عايز تسيب مصر بسرعه كده؟ دي مصر دي جميله قوي يا مصطفى، دي فيها الاهرامات. انتوا مش عايزين تشوفوا الاهرامات؟ نعم يا ابي نريد ان نراها. اخلص بس موضوع المدارس بتاعه كده واديكوا الاهرامات ان شاء الله. بقول لكم ايه، ما تشوفوا لي الموبايل ده بيهنج ليه؟ ربنا يخليهم. شكر قوي. الاوراق تمام؟ كله تمام. يقدروا يجوا المدرسه من بكره؟ لا مش بسرعه كده، لازم الوزاره تمتحنهم الاول. ليه ليه هتمتحنهم ليه يا فندم؟ دول اليابانيين، يعني هم اللي يمتحنوا الوزاره. ده قانون حضرتك، الوزاره لازم تعمل لهم امتحان تحديد مستوى. بالنسبه لسنهم هم المفروض رايحين ثالثه ابتدائي، يعني لازم الاداره تمتحنهم في منهج ثانيه ابتدائي. يا نهار ابيض، ده حوسه، دول هم ست شهور. طب قد ايه منهج ثانيه ابتدائي ده؟ اصل انا بشتغل وما عنديش وقت. حد يبقى عنده ولدين جمال كده ويبقى فرطه؟ بص انا اصلا ضد الدروس الخصوصيه، بس انا ما عنديش مانع اذاكر لهم. ازاي يعني؟ هو مش حضرتك في الاداره؟ لا انا مسؤوله بس عن طلبات الالتحاق بالمدرسه، بس انا اصلا اخصائيه اجتماعيه وبدرس حساب لسنه ثالثه عشان عندنا نقص في المدرسين. ما شاء الله ما شاء الله بجد. ما هو انا عايز النوعيه اللي زي الاستاذه لبنى دي. مش قاعده بتلقط رزقها، مش مكتفيه بالوظيفه وقاعده كده مريحه. اهو بص يا فندم، انت تشوفي الولاد واحنا برضو هنشوفك، مش هنبخل عليكي يعني. بس انا مش عايزه اي حاجه، بالعكس دول هم اللي هيفيدوني مش انا اللي هفيدهم. انا هضمهم لعينه البحث بتاعي، اصلا انا بحضر ماجستير في تاثير تغيير البيئه على نمط سلوك الطفل في ظل المشكلات الاجتماعيه المستحدثه. لا اله الا الله، ده من ايه ده؟ طب بحضرتك نساعدك ازاي؟ نلمي بتقبلي تبرعات؟ طيب انا مش فاهم ايه المطلوب يعني. ولا اي حاجه. تحب ابدا اذاكر لهم من امتى؟ يا ريت لو من بكره. مين فيكم مصطفى ومين عبد الرحمن؟ انا مصطفى. وانا عبد الرحمن. طب شيك هاند يا مصطفى، انت عبد الرحمن. اتفضل. ما قلتليش بقى يعني هتاخدي كام في الحصة؟ مش هاخد. برضو مفيش فايدة فيكي، هتدي درس العيلين وببلاش؟ يا ماما يا حبيبتي، أنا قلتلك إن هما اللي هيفيدوني في عينة الماجستير بتاعتي، يعني المفروض أنا اللي أدفع لهم فلوس مش هما. ما هو ده اللي كان ناقص، مش كفاية هارية نفسك طول النهار في المدرسة شغالة في الإدارة وأخصائية اجتماعية ومدرسة، وكمان يا ريتها مدرسة عدلة إلا في الآخر مدرسة حكومة. ما هو لو كل اللي بيشتغلوا في مدارس حكومه قالوا زي ما انت بتقولي كده وسابوا العيال وهربوا، العيال مش هتلاقي حد يعلمها. اصلهم بيطلعوا متعلمين قوي.